أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لتسليط الضوء على قضية المخفين قسرا في اليمن بالتزامن مع اليوم العالمي للمخفين. طالبت رابطة أمهات المختطفين والمخفين قسرا في العاصمة المؤقتة عدن الحكومة بالكشف عن مصير العشرات من أبنائهن والإفراج الفوري عنهم، وخلال وقفة احتجاجية في عدن بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري الذي يصادف اليوم 30 من أغسطس، دعت الأمهات إلى محاسبة المتسببين في إخفاء أبنائهم وتعذيبهم. وقالت الرابطة إنه رغم أوامر النيابة بالإفراج عن أكثر من 60 معتقلا إلا أن 29 ما زالوا مخفين من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للإمارات. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى ستظل مأساة المخفين في اليمن بعيدا عن دائرة الاهتمام والمتابعة؟ وهل سيست هذه القضية وفقدت بعدها الإنساني؟ وما دور الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. كثير من المآسي والأعمال اللا إنسانية تحولت في ضمير العالم إلى مناسبات سنوية يتذكر مرارتها وأهوالها. 30 من أغسطس يستذكر العالم مأساة الإخفاء القسري بعد أن تحولت إلى ذكريات مؤلمة لعصور غابرة كانت مليئة بالقهر والفقد. ذاك بالنسبة للعالم الذي تخلص من الأمراض اللا إنسانية التي ولدها الاستبداد والنزاع على السلطة، إلى أن اقترن مفهوم السلطة بخدمة الناس بدلا من قهرهم ووأدهم في السجون المظلمة. في اليمن الوضع مختلف تماما، فالناس لا يتذكرون الألم بل يعيشونه، لا يستوحشون مما حصل بل من حاضر ممتد منذ عقود. فكم اختطفت السجون حياة، وكم بكت الأمهات على أبواب موصدة، وكم وقفن على الطرقات شاخصات يناجين أملا بعيد، وكم ارتسمت على الجدران ملامح أناس أخذوا من الحياة لأن لهم رأيا لا يستقيم مع الاستبداد والعنصرية. الآلاف من اليمنيين تم الذهاب بهم إلى ما وراء الحياة والعالم ينظر صامتا. الآلاف من البيوت أسكنت بالألم والوحشة والحسرة منذ انقلاب الميليشيا على السلطة الشرعية، وما من حراك جاد وفعال. لا يمر يوم ربما إلا وتضيف الميليشيا اسما جديدا في سجلات ضحاياها في السجون، ومثلها تفعل جهات أمنية تابعة لدولة الإمارات في المحافظات الجنوبية. وربما يكون يوم 30 من أغسطس مناسبة لإضافة أناس آخرين إلى كشوفات المخفيين قسرا لتستمر المأساة. أبدأ النقاش من القاهرة مع ضيفنا وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا بكم وبالأستاذ المشاهدين. اليوم 30 من أغسطس يصادف اليوم العالمي للإخفاء القسري، هي ربما مناسبة عالمية للتذكير بمأساة هؤلاء المختطفين في اليمن الذي بات ربما أبرز تجلي لهذه المأساة. أنتم في وزارة حقوق الإنسان كيف تتعاملوا مع هذه المناسبة مقارنة بالواقع الحاصل الآن؟ بداية طبعا مواضيع الاعتقال والاحتجاز والإخفاء القسري هي مواضيع مؤلمة وقاسية على النفس. فإذا ما كنا نقول عن الاعتقال والاحتجاز أنهما من أسوأ ما يكون، فالأسوأ أيضا هو الإخفاء. أنك لا تعلم شيء عن الشخص الذي تفتقده ولا تعلم عنه أي شيء، أين هو؟ هل هو ما زال يعيش أم أنه قد قضى تحت أيدي هذه الأيادي الإجرامية؟ وبالتالي فالإخفاء القسري من أسوأ وأعنف ما يمكن أن تواجهه الأسر قبل الضحية. فأمام هذه الحالة نقول أن الموضوع الإخفاء القسري سيظل من المواضيع الأساسية لوزارة حقوق الإنسان بل ربما لكل الحقوقيين، لأن هذا الملف ملف قاس، وخصوصا ونحن نتعامل في اليمن مع قرابة 4000 حالة تدخل في إطار ما يسمى بالإخفاء القسري.
طيب سأعود لك أستاذ نبيل. من عدن العاصمة المؤقتة ينضم إلينا حسين المجدلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ حسين. في اللجنة الوطنية أنتم كيف تتعاملون مع هذا الملف، وربما أنه قد أصبح ملف عالق بين الملفات السياسية، لماذا قضية المخفينة والمختطفين فقدت بعدها الإنساني برأيك؟ حياك الله أخي. الملف الخاص بالاعتقال التعسفي والاعتقال البشري حاضر بقوة في أعمال اللجنة الوطنية، ولعلهم سبيل التبشير للمتابعين في هذا الموضوع أننا بإذن الله بداية في مطلع الأسبوع القادم، بالتحديد إن شاء الله يوم الأحد القادم، ستصدر اللجنة تقريرها الخامس الذي يتضمن الإشارة إلى الأخطاء البشرية والاعتقال التعسفي ضمن محتوياتها، وكذلك سترد تقرير خاص لأول مرة تقوم به اللجنة في أعمالها خاص هذا التقرير، وتقرير النوعي الخاص للاعتقالات والسجون والاعتقال البشري والتعذيب الذي مارسه السجون في مختلف مناطق اليمن منذ العام 2014، وبالتحديد من سبتمبر 2014 وحتى شهر يوليو الفائت. وهذا التقرير سيكون حافل ومليء بالمعلومات لمن يتابع اعمال اللجنه، وباذن الله يعني سيجيب على كثير من الاسئله، وسيرى اللجنه لا تقبل هذا الملف وانها تنظر الى جميع الاطراف بعين او تقف من جميع الاطراف على قدم مساواه ومن مسافه واحده. طيب اذا الاحد القادم سنكون على موعد مع صدور تقرير عن اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات حقوق انتهاك حقوق الانسان. الجغرافيه التي سيتطرق اليها تتحدث عن سجون في كافه مناطق اليمن، هل تقصد المناطق سواء الخاضعه للسلطه الشرعيه والخاضعه لسيطره الحوثيين؟ من جميع الاطراف، بل سنسمي السجون والمعتقلات الموجوده في كل منطقه وفي كل مدينه. لدينا يعني حتى يعني نسبق الاحداث، لدينا اكثر من قارب 600 معتقل لدى كل الاطراف في اليمن، وجزء كبير منها لدى جماعه الحوثي، وجزء ايضا لدى قوات شرعيه والتحالف، وجزء ايضا من على الجماعات الارهابيه ايضا هي مارست اعمال الاخفاء والاعتقال. وهذه كل المعلومات ستجدوها باذن الله في تقديم الشهيد على كل الاسئله، وسيكون باذن الله يعني تقرير مفصل ونوعي. طيب استاذ حسين، يعني التقرير سيصدر الاحد، لكن الان ربما كعناوين عريضه، يعني اذا ما امكن ان تضعنا امامها ما سيتضمنه هذا التقرير بعض المعلومات. يعني اعد باذن الله ان يكون هذا التقرير يعني تقرير كما هو عمل اللجنه، وكما يعني عهدنا في اللجنه الوطنيه، التقرير يقوم على حقائق، وعلى اولا يعني احنا لا نعتمد على مجرد اتصالات او اشاعات او على اعمال المنظمات كما تفعل بعض الاطراف، نحن لدينا راصدين منتشرين في تدقيق كافه محافظات الجمهوريه يقومون باعمال الرصد والتوثيق الحالات ويتم التحقيق فيها من قبل كادر قضائي، وتم خاضعها ايضا لاعمال يعني لاعضاء اللجنه الذين يعملون اعمال ايضا قضائيه لما يرفع اليهم من قبل الغاصبين ومن قبل المحققين المساعدين. هذه الاعمال كلها يعني ربما لو يعني اطلعت على التقرير ستجد ان الارقام التي يعني حملها التقرير هي ارقام مفصله من كل محافظه، كم عدد الاعتقالات التي حققت فيها اللجنه، كم منها يعني اعتقالات، كم منها تعذيب، كم حالات تعذيب، ستجد امثله على او نماذج الحالات التعذيب التي حققت فيها اللجنه، واعمال تعذيب انتهت بموت معتقلين داخل السجون لدى كل الاطراف بدون استثناء ايضا موجودين في التقرير، اعمال تعذيب ادت الى عجز والى قصور في الوظائف ايضا موجوده ومن كل الاطراف. وبالحقيقه ان التقرير سيكون باذن الله يعني يلاقي قبول، وباذن الله عمل بشري، اذا كان هناك اي نقصان فنحن اللجنه سنستفيد من اخطائنا، لكن نحن راينا اننا بحثنا فيه أو بحثنا فيه عن الحقيقة وحاولنا أن نعكسها للمراقب والمتابع وبما يرضي ضميرنا وبما يعكس الواقع إن شاء الله. طيب
نعود للأستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. أستاذ نبيل، اليمن شهد جولات من الصراع وربما كانت بيئة خصبة لممارسة جرائم الإخفاء القسري، ما الجهود التي بذلت في بالمقابل إزاء هذا الملف سواء على الصعيد التشريعي والقانون الوطني والإجراءات العملية في الواقع بالنسبة لكم في وزارة حقوق الإنسان؟ هنا يجب الإشارة كريم إلى ما يسمى بفريق العدالة الانتقالية في الصراع الوطني، فقدم في مخرجاته جملة كبيرة حول قضايا الإخفاء القسري، وكانت لملفات الوزارة وزارة حقوق الإنسان حضور لدى هذا الفريق من خلال ما تقدم وصل وزارة حقوق الإنسان في تلك الفترة والفترة السابقة، وقدمت بمجملها إلى فريق العدالة الانتقالية، ولهذا كان هناك أساس قوي لهذا البند على اساس ان الاخفاء القسري هو ما يمكن معالجته في اطار العداله الانتقاليه، من حيث اولا العمل على الوصول الى كشف الحقيقه ومن وراءها، وايضا العمل من اجل العبره والانصاف من اجل هؤلاء. في هذا على هذا الاساس هذه المهمه تستمر وزاره حقوق الانسان في تلقي التقارير و الرفض حول مثل هذه القضايا، تكوين الملفات ايضا ستكون جاهزه في المستقبل على اساس ان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يظل من حق الضحايا سواء العمل من اجل الافراج عنهم او انصافهم والوصول الى الحقيقه وكشفها وانزال العقوبه الرادعه لكل من قاموا بهذه الاعمال. طيب استاذ نبيل، ماذا بشان وقائع الاخفاء القسري خلال السنوات الاخيره منذ الانقلاب لدى كل الاطراف اليمنيه؟ طبعا بلغتنا عده معلومات، لكنها في معظمها معلومات رقميه تحتاج الى كثير من التوثيقات وتحتاج الى جهد كبير. الارقام التي يعني تواصلت معنا حتى الان تقترب من 3700 الى 4000 انسان، لكن بين حين والآخر ترد معلومات حول بعض الشخصيات التي إما أن توجد مقتولة أو لديها خلل جسماني أو نفسي، وأحيانا تكون قد تم الإفراج عنها. نحن في مرحلة يصعب معها توثيق الكامل مثل هذه الحالات، لكننا نقول أننا بقدر المستطاع نحاول أن نكون ملفات متكاملة في هذا الجانب، لأنه كما قلت لك الملفات التأثير على الضحايا وعلى ذويهم الذين يظلون يتنقلون ما بين منطقة وأخرى لمحاولة الحصول على أي معلومات عن الشخص المفقود. طيب، من عدن تنضم إلينا نائبة رئيس رابطة أمهات المختطفين هناك سهام أحمد، أهلا بك في البداية. في اليوم العالمي للإخفاء القسري، ما هي مطالبكم في هذا اليوم وما هي الرسائل التي توجهونها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع. بداية يصادف اليوم 30 من أغسطس اليوم العالمي للإخفاء القسري، نرفع فيه مناشداتنا ونداءاتنا المطالبة بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق بما تعتني به الرابطة أمهات المخفيين وهم المخفيين والمختطفين في السجون السرية. تقيم الرابطة في عدن العديد من الوقفات أمام الجهات الحكومية والحقوقية، تطالب بكشف مصير المخفيين وإظهارهم، تمكينهم من حقوقهم وهي التواصل مع الأهل والاطمئنان عليهم، زيارتهم وتعيين لهم محامين للدفاع عن حقوقهم. تطالب الرابطة بإفراج الشوري عن كل من لم تثبت عليه أي تهمة، وندين استمرار احتجاز أي مخفي ومختطف في السجون سريا غير أي ذنب أو تهمة، وندين أيضا أساليب التعذيب التي يتعرض لها المخفيين والمختطفين في السجون السرية، والتي تلاحظ على أجسام بعضهم عند زيارة أهاليهم بعد ظهارهم عند نقلهم في سجن بير أحمد في زريقة. طيب، أعود للأستاذ حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. ربما استمعت إلى مطالب الأخت سهام أحمد نائبة رئيس
رابطة أمهات المختطفين في عدن، كيف يمكن النظر لهذه المطالب التي ربما هي بسيطة تتعلق بحق التواصل والاطمئنان على المخفيين والمحتجزين في السجون الموجودة في العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا تعيين توفير محامين، وأيضا إمكانية يعني مراعاة ظروف الاعتقال والنظر في أساليب التعذيب المستخدمة داخل هذه السجون؟ أستاذ حسين، معك، أسمعك. تفضل أستاذ حسين. أيوه. لك الرد، تفضل. كما ذكرنا نحن ننظر إلى جميع الضحايا في أينما كانوا، يعني نعتبرهم يعني بالنسبة للجنة هم الهدف، والوجود في أجانبهم هو أساس عمل اللجنة. نحن يعني التقينا برابطة أمهات المختطفين أكثر من مرة في مقر اللجنة في عدن، والتقينا أيضا برابطة أمهات المختطفين في صنعاء، أخذنا لقاءات معهم وساهمنا إلى حد ما في مسألة الحصول على حدودهم في مزابنة أبنائهم أو التواصل معهم، وهذا أيضا يعني لا يعد جميلة ولا يعد يعني ميزة تقدمها اللجنة. اللجنة مهمتها التحقيق مع المنتهكين في هذه الانتهاكات والذين يقومون باعتقال الضحايا وحبسهم تعسفين وأخطائهم. في هذا الصعيد نعود ايضا الى مساله اعمال اللجنه التي تبرزها الحالات التي تستحيلها اللجنه الى النائب العام او سواء التي تظهرها في تحقيقاتها. من ضمن الحالات التي تستحيلها اللجنه الى النائب العام والتي سلمت ملفاتها بالفعل وانتظار بالتنميه باذن الله فيها هي حالات كثيره لاشخاص مسؤولين او في جهات امنيه ارتكبوا هذه الانتهاكات وقاموا بممارسه الاعتقال التعسفي والتعذيب والاقال القسري للمواطنين، وكذلك ايضا من الاشخاص الذين يعني مارسوا انتهاكات على مستوى يعني حرمان المتهمين من حقوقهم، سواء الحقوق المتعلقه بحقهم في الدفاع او الحقوق بحقهم او الحقوق المتعلقه بحقهم في يعني التواصل والزياره والاغلال ومعرفه سبب الجريمه، كل هذه ناخذها بعين الاعتبار ونحن نبذل جهدنا في هذا الموضوع. وكما ذكرت سابقا يعني باذن الله الاعمال التي نقدمها ستظهر الى العلن باذن الله، سواء في تقريرنا او فيما نحيله الى النائب العام للقضايا، والعمل لا زال مستمر والانتهاكات كل يوم تزيد خصوصا في اجواء الحرب التي نعلم انها مستنقعه الانتهاكات وتكثر فيها مع ضعف الدوله كافه انواع الانتهاكات. لا اخفى عليكم ان يعني الاخفاء والاعتقال التعسفي هو نوع واحد من انواع الانتهاكات التي نعمل عليها، هناك اكثر من 30 نوع اخر، وان كان هذا الانتهاك ولهذا افردنا للتقرير يعني يشكل حوالي 40% من اعمال اللجنه، لان عدد الضحايا كما في شر يعني وصل عدد الضحايا التي تم التحقيق في قضاياهم مع مختلف الاطراف ما يقارب 4000 او حوالي 3600 وقصور يعني من في منذ خلال فتره الحرب، هؤلاء مخفيين قسريين ومعتقلين. هناك ارقام ايضا نتحدث عن اشخاص يعني منذ سنوات من 3 سنوات سنتين حتى ما فيها لدى اطراف لدى الشرعيه مخفيين قسريين واحتمال ان يكونوا قد تعرضوا للتصفيه ولا يعرف لهم اثر حتى الان. يعني هناك الكثير من ماشي في هذا الملف، لكن كل توقع اعلاميين ايضا يجب ان تقدموا ما تستطيعون فيه، ونحن ايضا في جهات التحقيق نحن نقبل على ذلك وباذن الله تتكاتف الجهود، وكذلك منظمات المجتمع المدني مثلاً انبعاثة امهات المختطفين وغيرها من المنظمات نعمل على رفع رايتهم بالانسان والتصدي لهذه الانتهاكات. طيب نقطة اود مناقشتها معك، تقرير لجنة خبراء التقرير الاخير إلى أي حد سيعمل على إحداث حراك ربما واهتمام في قضية المختطفين والمخفيين؟ في الحقيقة نحن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية يعني نعتبر أن الآليات الوطنية هي الأساس في مسألة العمل على الحد من الانتهاكات ومسألة التحقيق فيها. أعتقد أن الموضوع الجانب الدولي أو طرق او اي مكان سماه لجان دولية في مساله التحقيق هي مساله تتعلق بالمزيد من التدويل والاستخدام السياسي لهذه الملفات، لكن في الحقيقه لا يمكن لهم النظر او لا يمكن لادواتهم حتى النظر الى مساله اشخاص بعينهم معتدلين او ان يقدموا او يؤخروا في هذه المواضيع او ان يبحثوا عن متابعه مسؤول بعينه او انصاف ضحيه بعينه. الموضوع كله لغرض المزايدات السياسيه، وين كنا نعمل يعني
عندما صدر قرار مجلس الإنسان تشكيل فريق من الخبراء أن يضيف هذا الفريق خصوصا مع ميزانية الضخمة التي وصلت إلى 3 مليون دولار لثلاثة أشخاص منذ 8 أشهر، أن يقوم بالنزول إلى الأرض وأن يحقق في ودائع بعينها وأن يلتقي مع الضحايا ومع الشهود. لكن عندما اتخذ هذا الفريق من بيروت يعني مقر له ولم ينزل إلى زيارات ميدانية كان يلتقي فيها مع بعض منظمات المجتمع المدني ثم يعود، عرفنا يعني أن تقريره سيصل أو سيصدر بهذا الشكل، أن لن يستقي معلوماته من وسائل الإعلام ومن بعض المنظمات التي الحقيقة لا تعكس حقيقة المأساة بقدر ما يعني تحاول تسييس المأساة، وهذا هو الفرق. يعني ملف حقوق الإنسان يجب أن لا ينظر إليه كملف سياسي ولكن ينظر إليه أنه كقضية تهم أشخاص، وأشخاص لا زالوا يعانوا من أثارها وتداعياتها. وأنا يعني أعتقد يعني أن هناك صدمة لاحظتها ووجدتها مع كثير من الأشخاص مسألة يعني فقدان ثقتهم بما ممكن أن يقدم لهم فريق الخبراء الذي تعامل مع الملف كقضية سياسية وأصبح يوجه الاتهام لأهداف سياسية. أعتقد أن هذا كان يعني صدمة للضحايا والوجيه. أشكرك جزيلا حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا من عدن. أعود لي نائبة رئيس رابطة أمة المختطفين في عدن الأخت سهام أحمد، تقييمكم في الرابطة لتفاعل الجهات الرسمية الحكومية أو المنظمات الدولية مع مطالبكم ومع هذا الملف بشكل عام، ملف المختطفين والمخفيين؟ بالنسبة للجهات الحكومية، تصريح وزير الخارجية بسيطرة الوزارة على السجون المركزية أكد أن سيطرة الدولة فقط على السجون المركزية، إنما هناك لا زالت جهات غير لا تمثل الدولة لا زالت تحتجز وتخفي العديد من الأشخاص في سجون سرية لا دخل ولا معرفة للدولة بها. فأكد يعني تبرئة الوزارة من هذه السجون عندما طالبتنا بالكشف عن مصير بقية المخفيين والمختطفين الذين لم يظهروا لحد الآن. بالنسبة للمنظمات الدولية، هناك تصريح من أكثر من منظمة دولية بوجود السجون السرية في عدن وتعرضهم للتعذيب والانتهاكات الجسدية، وهناك تقارير يعني قد وصلت إلى مجلس الأمن. الشيء الذي نراه الآن أن هناك أعداد قليلة تظهر في كل شهر أو كل شهرين. السؤال هنا إلى متى سيظل هذا الوضع؟ نطالب وزير الداخلية ونطالب رئيس الدولة ورئيس الحكومة بتحمل مسؤوليتهم. جميعهم مسؤولون عن كل شخص في عدن وفي اليمن كامل. يجب عليهم أن يتتبعوا ويعملوا جميع الإجراءات القانونية التي تكفل بإظهار وسلامة وخروج كل مخفي وتحويلهم إلى النيابة والقانون ويتبع القانون. يعني طيب أخت سهام، فيما يخص قضيتكم في الرابطة في العاصمة المؤقتة عدن، هل ما تقوم به وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية كافي ومرضي لكم؟ لا طبعا لا، وزارة حقوق الإنسان لا تعمل أي شيء، لم تصدر بيان تندد فيه وجود السجون السرية، بل أن وزير حقوق الإنسان أنكر في تصريح له سابق أنكر وجود سجون سرية. لم يعمل أي شيء إلى جانب المخفيين والمختطفين في عدن أو في اليمن كامل، مش نتكلم عن المناطق المحررة في عدن. بالنسبة للسجون السرية، لم يصرح وزير حقوق الإنسان في عدن بتصريح صريح عن وجود سجون سرية، بل أنكرها، وهذا ما يعني يؤلمنا صراحة، يؤلم الأمهات، ولأن هناك أمهات أبنائهم أكثر من سنتين ثلاث سنوات في السجون، أين هم إذا لم يكون هناك سجون سرية؟ ولماذا سجلنا بهذا التصريح؟ لماذا تصرح وزير حقوق الإنسان بعدم وجود سجون سرية؟ طيب السجون كان أفضل من عدم. سنسمع لتعليق من وكيل وزارة حقوق الإنسان حول هذه النقطة. أشكرك جزيلا سهام أحمد نائب رئيس رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من عدن. أختم مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، استمعت إلى النقطة التي أثارتها الأخت سهام فيما يخص مدى اهتمام ومتابعة وتفاعل وزارة حقوق الإنسان مع قضيتهم، قضية المخفينة والمختطفين في السجون التابعة والمتواجدة داخل العاصمة المؤقتة عدن. أنتم متهمون بالتجاهل
وتغييب هذه القضية، ما ردك؟ أستاذ نبيل، يبدو أننا فقدنا التواصل مع وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ، ووصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة هذا المساء الزميل مهرب المفتي.